لماذا كانت ثقافة الثأر والانتقام هي المنتج الأبرز للتحول السياسي الذي جرى في العراق عام 2003؟ وكيف انعكست هذه الثقافة الدموية على المجتمع العراقي في صورة بعض السلوكيات الاجتماعية ذات النزعات الانتقامية؟ وهل ثقافة الثأر والانتقام سائدة في العراق الآن وليدة لحظة الغزو الأمريكي فقط، أم إنها تفاقمت بعد العام 2003؟ هذا ما سنبحثه في الحلقة القادمة من برنامج طاولة حوار.